أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار المحلية من تلفزيون الأجواء. بداية بالملف الأمني، حيث تمكنت مصالح أمن دائرة عين تالوث التابعة لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في بيع وترويج المؤثرات العقلية مع حجز أكثر من 1321 قرص مهلوس ومركبة سياحية وتوقيف شخصين مشتبه بهم. مزيد من التفاصيل مع الزميل صبر غالم. تلوث التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في بيع وترويج المؤثرات العقلية. تمت العملية على استغلال معلومات تفيد وجود شخصين بصدد حيازة نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وعليه تم وضع خطة عمل أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما على متن مركبة سياحية بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 1321 قرص ومبالغ مالي معتبر من عائدة ترويج هذه المؤثرات العقلية. يتم تحويل المحجوزات إلى مقر الأمن، وبعد استكمال إجراء التحقيق تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام العدالة. أمن ولاية مستغانم يحبط عملية هجرة سرية عبر البحر كانت بصدد الإقلاع على متن قاربين من إحدى شواطئ المدينة. التفاصيل أكثر مع زميل توتيب العربي. في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية وفي ظل متابعة كل الأعمال المشبوهة على مستوى قطاع اختصاص مصالح الأمن الوطني، تمكنت قوات الشرطة من إحباط عملية هجرة غير شرعية كانت بصدد الإقلاع من شاطئ سيدي مجدوب بمستغانم. العملية عولجت بتاريخ 15/10/2021 حيث جاءت على إثر مكالمة هاتفية من قاعة إرسال تفيد بوجود حركة مشبوهة على مستوى شاطئ سيدي المجدوب عليه، وبعد الانتقال إلى عين المكان والتأكد من المعلومة تم ضبط قاربين الصيد مزودين بمحركين من نوع ياماها بقوة 40 حصان على حافة مياه الشاطئ، بكل قارب 4 أدلاء معبأة بمادة البنزين، بالإضافة إلى 10 صدريات النجدة، بوصلة، جهاز تحديد مواقع جي بي اس، قارورة طلاء تستعمل في إخفاء أرقام وأسماء القوارب عند الإقلاع، وكذا حقائب ظهرية. بعد تمشيط المكان تم ضبط مركبة من نوع رونو كومبيس مركونة بالقرب من الشاطئ على متنها رجل وامرأة كان بحوزتهما معدات للسفر. التحقيقات المعمقة في القضية بينت أن الموقوفان كانا في انتظار انطلاق موكبي الهجرة غير الشرعية، في حين كان حارس الحظيرة المتواجد قرب الشاطئ يقوم بحراسة المكان لإعلام المدبرين بأي طارق مستغلين في ذلك توقيت الحجر الصحي عن تهمة تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة للحصول بصورة مباشرة على منفعة مالية. محاولة الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر منفذ غير حدودي أنجز ضد سالفي الذكر ملف إجراء قضائي سيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم. عملا بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قامت أسرة جامعة غردايا من دكاترة وأساتذة وإداريين وطلبة بالوقوف دقيقة الصمت ترحما على شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس. نتذكر هذه المناسبة لنقول أن فرنسا هي استعمارية وهي نظام قمعي يقمع الحرية ويقمع العدالة عكس ما تتبجح به فرنسا بأنها بلد الديمقراطية وأنها تتمسك بمبادئ الثورة الفرنسية. إذن فرنسا ارتكبت الكثير من المجازر في حق الشعب الجزائري ومن بينها هذه المجزرة الأليمة، ونقول أننا لن ننسى ما فعله المستعمر الفرنسي بآبائنا وأجدادنا طيلة قرن ونصف قرن من المجازر. تم من قرار السيد رئيس الجمهورية بتخليد هذه الوقفة التاريخية المصادفة ل 17 أكتوبر من كل سنة، تخليدا لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي تعد يعني وصمة عار في جبين الاستعمار الفرنسي، ارتكبت فيها مجازر ضد المهاجرين الفرنسيين الجزائريين في فرنسا، وهذه وحتى الرئيس الفرنسي قد اعترف بهذه الجرائم الفرنسية في حق الشعب الجزائري. الحمد لله رب العالمين، حتى لا ننسى يوما أننا كنا تحت وطأة الاستعمار الهمجي المدمر الذي دمر الجزائر. حقيقة طلبة في على ربوع الوطن كانت تحتفل بهذه المناسبة كذكرى أليمة لهذه المجازر الشنيعة.
اليوم مع التصعيدات التي نلاحظها من الخلفيات الاستعمارية الموجودة اليوم على أعلى هرم السلطة الفرنسية، نحن كطلبة شعبا متضامنين مع حكومتنا ومع جيشنا، وتبقى الجزائر قوية أبية لا ترهقها هذه السلوكات أو هذه الممارسات الدبلوماسية التي لا تمت بأي صلة إلى مناشير ومواثيق الأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار وتصفية كل الذهنيات أو الخلفيات القادمة. تبقى الجزائر قوية بجيشها وبشعبها متلاحمين، ونشكر كل من ذكر بهذه الذكرى وجعلها وقفة رسمية ترحما على شهداء الجزائر. فلتحيا الجزائر. بولاية معسكر دخل 27 عاملا بمزرعة سي لطفي ببلدية المحمدية في إضراب مفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم، يتصدرها المطالبة برحيل المدير وإفادة لجنة تحقيق حول التجاوزات المرتكبة، إلى جانب إرجاع العمال المطرودين وتسديد أجور العمال المتأخرة. تغطية مرزة فضيلة. هنا نخدموا فيها وكما يقولوا نتعاونوا نديروا اللي تفليت، بس هذا في شهرين ما بيننا والو، دخل علينا غير شكايات التحباس، ذوك مومية العمال حبست، كونطابل حبسها، علاه؟ مشكلتي عن المشاكل هادو وراهم، ما جانا حتى حد، حنا مادي بيكم تجو تشوف. السلام عليكم، هنا في المزرعة سي لطفي راه عندنا زوج مدراء، حنا جابوا لنا الأولى مدير وحبسوا ديك المديرة بسوء التسيير، من بعد قالوا لك يخلوها زعما كشغل سيكريتيرة تاعها، حنا ما خصناش جوج مدراء، حنا خصنا مدير واحد ويكون زعما يخدم مليح، ورانا 3 شهور مازال ما خلصناش، راه كاتلنا كريدي ما صناش عليها وين، تاهي لا غالب حدنا، وزادوا حبسوا زوج خدامة من عندنا، وحدة كونطابيليتي وحدة ممثلة عمال، عندهم 22 عام خدمة، كي انت لا يا مس دخلت تجي تحبس زوج خدامة عندهم 22 عام خدمة. والبالغ عددنا 27 عامل، نطالب السلطات العليا بالتدخل لرفع هذا الغبن والظلم الذي نعيشه، نطالب بإفادة لجنة التحقيق إلى المزرعة من قبل والي معسكر ووزير الفلاحة، نطالب أيضا برحيل المدير الجديد الذي شتت صفوف العمال وأوصلها إلى نفق مظلم بتغذية الخلافات والصراعات بينهم، وهذا بتواطؤ من الإدارة الوصية، حيث قامت هذه الإدارة بتنصيب مسيرين على رأس المزرعة، كما نطالب بإعادة الاعتبار إلى المزرعة لكون هذه المزرعة توفر الأمن الغذائي، كذلك نندد بشدة بالتوقيف التعسفي للعمال، خاصة الأمين العام للفرع النقابي، الأمين العام هذا اللي يمثل العمال ويتحدث على انشغالات العمال وحقوق العمال أصبح الآن موقف ومحروم من ممارسة حقه النقابي. أيضا العمال يطالبون أيضا بالأجور المتأخرة. عمال مزرعة سي لطفي ما زلنا متمسكين بحق الإضراب إلى غاية تلبية مطالبنا. بولاية معسكر طلب مستفيدو الوكالة العقارية المسمى بوكليخة ببلدية سيدي قادة بتدخل المسؤول الأول على الولاية لإرغام صاحب الوكالة العقارية على إتمام تهيئة الأرضية التي ستبنى عليها 198 مسكنا فرديا، لكون المشروع موقف منذ 15 سنة، علما أن المستفيدين يتخبطون في أزمة سكن خانقة. تغطية فضيل مرزا. بالنسبة لحنا سكان بلدية سيدي قادة، حنا 200 مواطن استفدنا من هذا القطاع الأرضية على أساس تعاونية عقارية بوكليخة 2 التي تسمى بوكليخة 2، استفدنا بها من هذا الأرض في 2006، واللي كان الرئيس تاعها السيد غزال الحبيب، في 2006 دار لانوس تاعه باش نشرو عليه الأرض هذه، ودار السعر، حدد السعر هو كلش. كي جينا عنده هضرنا معاه قلنا له فوالا حنا هذه الارض اللي تعطينا اثبات بلي انا شارين عليه، قالنا عندكم عقود حفظ حق عند الموسى،
والمواطن بصفته ما يعرفش كي تقولها موثق صاي يثيق فيك. راح خلصنا بعد مده في 2011 جاء طلب منا مبالغ خياليه، جاب واحد النيفلاز قاعد يدي كافي في الطريق، طلب منا مبالغ خياليه. احنا هذيك المبالغ ماهيش في قدره المواطن، هذا المواطن معظمهم موظفين وعسكري. طلب من سياده الرئيس التدخل بصفه شخصيه لان رانا مظلومين، وهذا الارض راهم هذ المواطنين 200 عائله، معناه 200 عائله موراها 2000 بنادم راهم تراسوها وحدهم على خاطر بالغ السيل الزوبة من 15 عام بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نطلب من السلطات العليا في الدولة أن تساعدنا على حل هذا المشكل. نحن قمنا بشراء هذه القطع الأرضية منذ سنة 2006 وإلى يومنا هذا لم تسلم إلينا، ففي كل مرة يكون هناك تماطل أو حتى وصلنا إلى القضاء وأنصافتنا العدالة وبدأ ببعض الأشغال ثم توقف. نحن نريد من السلطات أن تسأله لماذا توقف. فالناس راهي في معاناة كبيرة هنا، منهم من توفى ولم يأخذ أرضه، والناس راهي في أزمة سكن كبيرة. نريد من الدولة أن تطبق القانون على الجميع. فهذا فرد من أفراد العصابة، هذا من أفراد العصابة كما نرى. نريد فقط حل هذه المشكلة، لا نريد أي شيء. نطلب سيد الوالي التدخل لحصولنا على القطع الأرضية. بولاية معسكر كشف الأمين الوطني لنقابة الثانوية الجزائرية وضعه لكارثي بسبب تدهور القدرة الشرائية لعمال القطع، مما أثرت سلبا على الأداء البيداغوجي. تغطية مرزا فضيل. حضورنا اليوم في ولاية معسكر من أجل المؤتمر الولائي الثاني، عقد المؤتمر الولائي الثاني، تحضير المؤتمر الوطني. طبعا ما أثار انتباهنا في هذا اليوم هو تذمر الأساتذة، تذمر الأمناء ورؤساء الفروع من الوضع المهني الاجتماعي اللي تعني به مدارسنا. هو أمر متشابه بالنسبة لنا احنايا، متشابه في كل الولايات لأسباب عديدة، منها التعليمات، القرارات المركزية إلى آخره، وعدم ربما الحلول، عدم وجود حلول واقعية وبصفة جذرية للمدرسة الجزائرية للوصول أو الخروج من هذا النفق اللي راهي فيها. طبعا هو وضع مهني اجتماعي، وضع تربوي بيداغوجي صعب الى اخره لاداء رسالتنا. وايضا بالنسبه للقدره الشرائيه والتدهور تاعها اللي نظن باللي ما نقدرش نفصل بيناتهم. كنا تكلمنا على المشاكل المحليه على مستوى ولايه معسكر، وين اشرنا نقطه هامه اللي هي المراسلات وطلبات عقد لقاء مع السيد ولي الولايه اللي توجور كانت سون ريبونس. On a rédigé plusieurs correspondances à M. Loueli, mais à chaque fois, toujours sans réponse. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit à chaque fois que nous avons dit 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 que nous avons والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تم اليوم في ثانوية مصطفى الرشيدي ثانوية البنات الجنفي فعالية المؤتمر الولائي الثاني لنقابة الثانويات الجزائرية بحضور السادة أعضاء المكتب الوطني والأمناء العامون للفروع النقابية، وكذلك ممثلين مديرية التربية، ممثلين الإعلام، ممثلين النقابات. وتم تزكية الأمين الولائي السابق حزوق الهاشمي وانتخاب أعضاء المكتب الولائي. تسهر مصالح مديرية الخدمات الجامعية بولاية غرداية على توفير كل سبل الراحة لطلبة الوافدين والمقيمين بمختلف الإقامات، مع احترام نظام الدفعات بالتنسيق مع المصالح البيداغوجية. تفاصيل أكثر في ميكروفون الزميل فوزي حاج قويدر. طالبة جديدة في جو مريح، سبقه حملة تعقيم واسعة مست جميع هياكل الإقامة الجامعية، واتبعت الإقامة في عملية تسجيل نظام الدفعات المقرر
من طرف الجامعة والتنظيمات الطلابية التي بدورها تسهر على خلق جو ملائم لاستقبال الطلبة. استقبلت مديرية الخدمات الجامعية بالتنسيق مع مديرية الإقامة الجامعية دوكور 370 طالب جديد، وكما أنه تم هناك تنسيق مع البيداغوجية من أجل استقبال طلبة على شكل دفعات، بحيث تم توفير كل الظروف الملائمة من أجل استقبال أحسن، مع توفير تطبيق البروتوكول الصحي من أجل راحة الطلبة داخل الحي الجامعي. بعد استلام الطلبة الكرام لمقررات سكنهم وتمام جميع إجراءات الإيواء التي مرت والحمد لله في ظروف جيدة، نطمئن جميع أوليائهم بأن أبناؤهم أبناؤنا، وكل الطاقم الإداري والعمالي يسهر على راحتهم يعني في 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 أحسن ظروف إن شاء الله. جينا للاسيسي ولقينا الاستضافة لاباس بها، ونشكروا المدير على الاستضافة هذه اللي دارها لنا، وفي الحقيقة ما دوناش نبر، ولكن داروا لنا واحد النظام تاع الدفعات. هذا النظام تاع الدفعات ما يساعدناش على حنا نسكنوا بعيد، وماذا بينا يعني يوفروا لنا شنابر العام كامل، ماشي غير سمانه ومن بعد عاود دير تجديد، وان شاء الله يحلوا لنا هذا المشكل هذا. معكم طالبه اقاميه من جامعه غردايا، كما ارى هنا شفنا في الاقامه الجامعيه جامعه غردايا يوجد هناك صراحه نقائص، الا ان على العموم يوجد ايجابيات من ناحيه التحسين في الوجبات الغذائيه، واكيد في الإقامة في الغرف نجد هناك على الأيام اللي فاتت كان هناك تحسينات. نشكر المسؤولين الساهرين على هذا اللي راهم ساهرين على الإقامة هذه. السلام عليكم، أنا طالبة تخصص اقتصاد نقدي وبنكي. يعني كي دخلنا هنايا الإقامة لقينا كل شيء على التمام، يعني كاين بعض النقائص، ونشكر الجميع اللي راهم واقفين على الإقامة هذه، وإن شاء الله يكون موسم دراسي هذا العام جيد وناجح إن شاء الله. وقفت المنظمة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني بولاية ميلا في إطار خرجتها الميدانية رفقة مكتب بلدية سيدي مروان على عائلات تعيش أوضاع مزرية وظروف صعبة، جعلت المنظمة توجه ندائها إلى المحسنين والمسؤولين من أجل تقديم يد العون والمساعدة، وخاصة لسيدة خضراء ساكنة بسيدي مروان والتي تقطن بمفردها منذ أن فارق والدها الحياة، وهي تعيش ظروفا جد صعبة. تغطية عيد الساسي. انتي مات كنت مع بابا تي مات لوكا دار رمضان يتملوا عليها 4 سنين، وانا ساكنه في الدار وحدي. الجزائرية العمل الخيري والإنساني بلدية سيدي مروان قمنا بزيارة السيدة خضراء عديد من المرات، وكل مرة نلقاو الحالة نتاعها تزداد من السيء للأسوأ. عاوناها بشي اللي نقدروا حنايا، مواد غذائيه، تحتاج طبيب، تحتاج المواد البسيطه، بصح نطلبوا من الناس من سكان البلديه ومن رئيس البلديه ورئيس الدائره يعاونوها، يرمموا لها البيت ولا يمدوا لها دار في العمارات اللي داروا في فردوه، ويشوفوا ليها بعين الاعتبار، خاطر ما عايشش عيشه هنيه. الدار تقطر، جينا لعندها ونتصب كما برا كما لداخل. نطلبوا يعني من الناس المحسنين يشوفوا السيده هذه بعين الاعتبار. احنا اليوم رانا في زياره لهذه العائله من بلديه سيدي مروان. هذه العائله عندها 16 سنه وهي هنا ساكنه في هذا البناء الهش هذا اللي راهو غير صالح للسكن اطلاقا. احنا رانا نشدوا للاخوه المحسنين مساعده هذه الاخت بشتى الاعانات، سواء عينيه ماديه او معنويه. الاخت هذه هنا راهي عايشه بمفردها، عندها في الصيف هذه هنا تقريبا خرجت لها افعى هنا في الدار هذه وحدها، يعني افعى في دار مع حاله كيما هذه. واش راح نقول لك، يعني احنا الشيء اللي نركزوا عليه
رئيس البلدية وسلطات البلدية والمحلية أنهم يأخذوا بعين الاعتبار أنهم يطلع عليها يشوف احتياجاتها على الأقل ممكن يساعدوها على الأقل في السكنات الاجتماعية هذه اللي رأيت نزلت عليها الإخوة اللي كانوا ساكنين فيهم. يعني إحنا كمنظمة جزائرية للعمل الخيري والإنساني المكتب الولائمي لرفقة المكتب البلدي لبلدية سيدي مروان رانا نتابعوا في الحالة هذه وبربي إن شاء الله يكون غير الخير. وشي وإحنا نأكدوا مرة خلاف المحسنين أنهم يطلعوا هذه الحالة، الحالة هذه رأي في سيدي مروان العنوان وعندنا التليفون تاعها نقدروا نتصلوا بها. المسؤولين يعني رانا صورنا وضحناها والسلام عليكم. بمناسبة المولد النبوي الشريف التي أشرفت عليها إدارة الإقامة الجماعية لشخم بوشريط بالتنسيق مع مصلحة النشاطات الثقافية والاتحاد العام الطلابي الحر، حيث قدمت وجبة خاصة للعشاء مع تقديم حلويات خاصة بهذه المناسبة، وخصصت على شرف الطالبات المقيمات حفلة فنية وأناشيد دينية ومسابقات ثقافية خاصة بالمولد النبوي الشريف. التغطية لطوال بيا محمد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، وكما عودتنا إدارة الإقامة الجامعية بوشريط أشخم باهتمامها بالجانب الفكري للطلبة تم بحمد الله اليوم إحياء ذكرى مولد النبوي الشريف وذلك بحضور فرقة القبس من طرف لجنة النشاطات وذلك بالتنسيق مع لجنة مصلى الهدى جمعية البشير إبراهيم للطلبة، وكذلك نشكر جنود خفاء الاتحاد العام طلاب الفرق، ولا ننسى أن نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد، وكذلك نشكر قناة الأجواء التي كان لها الحضور الطيب والمبارك. صحة مولدكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كنا اليوم قد احتفلنا بالإقامة الجامعية بوشريط الأشخم بمناسبة المولد النبوي الشريف بالتنسيق مع الإدارة وتعاون مع منظمة اتحاد العام طلاب الحر وأخوات جمعية البشير الإبراهيمي للطلبة مصلى الهدى. نشكر كل من ساهم وحضر، نشكر كل من كان له الفضل في إنجاح هذا الحفل البسيط والحمد لله. وقد شرف هذا الحفل فرقة القبس الفنية، نشكرها على هذا الاستجابة الدعوة، ونشكر كل طلبتنا على منحهم هذه الثقة بهذه المنظمة العريقة، وشكرا. أحيت إذاعة مستغانة بغرفة الصناعة التقليدية والحرفي احتفالية المولد النبوي الشريف بحضور الأئمة والحرفيين، أين تم التذكير والحديث عن السيرة النبوية وعرض أهم العادات والتقاليد الخاصة بالمنطقة في هذه المناسبة. مراسلة الزميل توتيب العربي. ما خلق الله دائما منتجة في إذاعة الجزائر البيئة مستغانم. اليوم هذه مناسبة متعلقة بإحياء المولد النبوي الشريف بمستغانم، مناسبة خاصة وخاصة جدا لأنه تتميز بعادات وتقاليد خاصة متعلقة بالأكلات الشعبية التقليدية وكذلك الألبسة التقليدية. فبالتالي اليوم ارتأينا أنه ننتج هذا البرنامج أو هذه الحصة الخاصة للحديث عن المناسبة في شقه الديني وفي الشق المتعلق بالتراث المادي واللامادي للمناسبة. هو تنسيق بين إذاعة الجزائر المستغانم وبين غرفة الصناعة التقليدية والحرف إرثاء لهذه العادة أو إحياء عفوا لهذه العادة وحفاظا على الموروث المستغانمي. كل عام وانتم بألف خير. ميسون بخير إمام بمسجد أبيد الغفاري مستغانم. بكل حال يعني الشيء يعني المعروف يعني في الشريعة الإسلامية الغراء أعياد المسلمين يعني ثلاثة، يوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى، وما بعدها يعني مناسبات يعني دينية لا بأس أن نحتفل يعني بها وأن نكثر يعني من الدروس وخاصة السيرة النبوية مثلا في المناسبات كالهجرة النبوية. في مناسبة سيدنا كاين أكلات تقليدية باينة
الناس كاين اللي يدير بالكوكاس، كاين اللي يدير التريد قطريات تريد، كاين اللي يديروا الطعام المعمر. هنا في مسغالم الطعام المعمر معروف، كاين قوارض، كاين الناس اللي دير قوارض تانيك بلا فيونداشي بلي زابا ولا سومول والسفة حاجة حلوة، ويديروا القليان تانيك كاع السفنج مسمنة التريد، هادو كاع الصوالح هادو يندارو خصوصا في مناسبة سيدنا. والحنة تاع الدراري كاين اللي يديروا الطهارة، وكاين العرضات الناس تتجمع العائلة تتجمع سي لوكازيون باش الحباب يتلايموا على هذيك القعدة على هذيك الأكلة التقليدية كيما بركوكس ينتكل في القصعة الناس تاكلوا بالجماعة، الطعام تاني الناس تاكلوا بالجماعة، كاين قعدة اللي تجيب الجماعة. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام الأخبار المحلية في أمان الله.